السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في قناة بروفسوفت، فيديو جديد في القناة. إن شاء الله النهاردة الجزء الثاني من مشروع عمل قاعدة بيانات للاعبي ريال مدريد مع ازاي وازاي تتعامل معاها. إن شاء الله النهاردة في الجزء الثاني هنتعلم ازاي تعرض اللي جوه الملف من البيانات، طبعا ازاي نحول من تشارل سترينج، ازاي نرتب البيانات بتاعتنا، ازاي نتفادى أخطاء نقل البيانات وتعديلها وكده، أو قصدي وعرضها. أولا كده هنفتح ملف معانا في المشروع بتاعنا اسمه داتا، بجانب ملف الادمنز اللي جوه اليوزرز والباسوردز. عفوا يا جماعه. تاني حاجه هنعمل اف ستريم داتا بجانب برضو الفايل، ننزل كده هنعمل المتغيرات الاساسيه. هنعمل اول متغير تشار، لازم كل المتغيرات تبقى تشار يا جماعه، الا بعض المتغير كده الا بعض المتغيرات هقول لك انك لازم تحولها من تشار لسترينج، بس لازم كل المتغيرات اللي انت هتعملها تكون اولا بتشار. ام بي دي 40، ثانيه واحده كده نختصر للوقت، دي كده كوبي. طبعا انا عامل كل ده من قبل كده، كنترول سي كنترول في. عاوز بس يا جماعه بطيء شويه في الكتابه لان انا بكتب بايد واحده، الايد الثانيه ماسك بيها الميكروفون. كده احنا عملنا خمس متغيرات، المتغيرات دي اللي احنا هنجيب بيها البيانات من القاعده البيانات بتاعتنا. طبعا احنا لازم تحط البيانات قبل كده، يعني انا حطيتها خلاص، اللي هي واحد نافاس جول 30. الواحد ده الاي دي بتاع اللاعب، نافاس ده الاسم بتاع اللاعب، الجول ده الستيت بتاعت اللاعب، وال30 دي بتاعت العمر بتاعت اللاعب. لازم تحط في الاخر، طبعا احنا بنحط متغير خامس لان احنا زي ما احنا قلنا المره اللي فاتت هو بيقرا السلاش ان دي اللي هي النازله بتاعته دي، بيقراها كمان متغير، فاحنا بنفصل بينها وبين البيانات بتاعتنا عشان ما يحصلش اي اخطاء. لازم تحط في الاخر هنا العلامه دي، اربع علامات كده فاضيين لان هو ما يحصلش خطا في العرض. نرجع تاني، احنا عملنا خمس متغيرات، الام والاي دي والنيم والستيت والايدج. طبعا الام دي اختصار لامتي، يعني فاضيه ما فيهاش اي حاجه، طبعا مش هنستخدمها، احنا بس بنحجز بيها عشان ما يحصلش اي اخطاء في البرنامج بتاعنا او اخطاء في العرض. تاني حاجه هنعمل ايه، هنفتح الملف بتاعنا داتا دوت اوبن، نفتح ملف داتا دوت دات، ونفتحها بامتداد ايه، مش بامتداد بقى، هنفتحها هندخل ليها ولا هناخد منها، هنفتح انا هناخد منها، هتبقى ان نفتح. هنعمل هوايل، اول حاجه نطبع الحاجات بتاعتنا، بل انت ما وصلتش لنهايه الملف داتا. رجعت لكم تاني يا جماعه، يعني انا وقفت بس الفيديو شويه لغايه ما اكتب الاكواد بتاعتنا. فتحنا الملف احنا لغايه وقفنا لغايه فتح الملف. بعد كده عملنا سيستم سي ال اس عشان نمسح اللي هي المومو والحاجات دي اللي هي اليوزرز والباسوردز اللي احنا بندخلها. بعد كده هنخش في حلقه تكراريه، هنجيب البيانات من الملف واخد بالك ونطبعها. نسيت اقول لكم بس حاجه يا جماعه، ان احنا لازم ناخد نعلن عن الداله في الانت، انا ما قلتهاش بس انت يعني اكيد عارفها. يعني لو جينا احنا عملنا رن، نكتب مومو 13/12/2001 زي ما انتوا شايفين مع الجماعه عرض البيانات. بس انت بتقول ايه، البيانات دي يعني مش منظمه خالص، يعني وحشه، يعني مش شكلها احترافي، ومحدش طبعا وممكن انت يصعب عليك قراءتها. ده ليه؟ لان احنا بنغير في ترتيب الاحرف بتاعت الاسم. زي ما انتم ملاحظين يا جماعه ان بالرغم ان الاحرف بتاعت الاي دي اتغيرت، يعني مثلا واحد في خانه في خانتين ثلاثه، لكن الاسم برضو بيبدا من نفس المنطقه، يعني ما زقش واحده كده اتنين كده، برضو بنفس في نفس الحكايه عند الستيت جول جول، برضو نفس الحكايه، التاج برضو زادت بس برضو الايدج زي ما هي. لسنا استخدمنا الاي دي، بعد كده سلاش دي، بعد كده النيم سلاش دي. عايز تاخد قاعده ان لو المتغير زاد عن سبع حروف، واخد بالك، ما ياثرش في المتغير اللي بعديه. يعني مثلا لو الاي دي دي زادت عن سبع حروف، لا تاثر في النيم، تزق النيم بعيد عنها، واخد بالك. طب ازاي نحل المشكله دي؟ نحل المشكله دي هيكون في ان احنا نحدد مكان للنيم بس، لان النيم هو اللي بيتغير طبعا، فاحنا بنحدد مكان للنيم بحيث ان هو زاد نقص بيكون هو جوه الحاجه دي. بمعنى
ان احنا هنغير من التشار للسترينج، هنغير النوع النيم من التشار للسترينج، واخد بالك؟ بعد كده احنا هنعمل ايه؟ هنخلي السترينج ده مدى طويل، يعني مثلا نخليه 15 حرف يطبع 15 حرف. طبعا هو بعد كده بنعمل دوت ريبليس بين النيم وبين هنشوف دلوقتي. انا معلش بس طولت عليكم شويه، انتوا تلاقيكم مش فاهمين حاجه، بس انا هوريكم دلوقتي. هنعمل نيم سترينج، قول مومو مثلا بالك، وبياخد قيمه حرفيه بالك. ونعمل سترينج تاني، هنقول مثلا ميمي. هنا بقى هندوس 15 حرف او 10 حروف زي ما انت عايز، على عايز طول الاسم بتاعك هيكون قد ايه. يعني مثلا هنخليها 15 حرف، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15، ده الاسم اللي هيتعرض. فاحنا بنحول التشار للسترينج وبنحطها في المومو، وبعد كده بنعمل دوت ريبليس بين المومو والميمي، نحط المومو دي في الميمي، واخد بالك؟ بعد كده نطبعها. طبعا الاسم مش هيزيد عن 15 حرف زي ما انت عايز بقى، ممكن يزيد عن 15 حرف، ممكن يزيد عن زي ما انت عايز برضه، تحدد حجم بتاعه. هنيجي انا هحذف دي كده. طبعا احنا لازم نستدعي مكتبة اس ستريم، اللي هي اس اس ستريم دي، عشان نحول من تشارل سترينج. هنعمل سترينج ستريم بالك، ناخد لها كان اي او بالك، اي كان مش مهم، ندخل اي او، ندخل لها النيم بعد كده. نحط المومو دي، ماشي، مومو بتساوي اي او دوت اس تي ار. خلي بالك احنا دخلنا ايه، دخلنا النيم جوه الاي او، الاي او اي او، وبعد كده بنخلي المومو ياخد الفانكشن اللي هي بتحول النيم دي لسترينج. طبعا احنا ممكن نخرجها كده، يعني مثلا ايه، نقول اي او نخرجها كده للمومو على طول، بس يحصل في مشكله، لان لو النيم بتاعك في اللي هو النيم اللي هو المتغير الاصلي بتاع النيم اللي هو بنوع تشار، لو في مسافات، يعني مثلا في توني كروس، يعني في لو في مسافه مثلا بين توني وبين كروس، مش هيطبعهم، هيكنسل كل اللي بعد المسافه. فاحنا يفضل ان انت تخليها كده اي او دوت اس تي ار. تعالى كده نعمل رن عشان نشوف في مشاكل ولا لا. مفيش مشاكل، طب كويس. دلوقتي احنا عملنا ايه؟ هنعمل ان احنا نبدل بين المومو وبين الميمي. ماشي، هنقول كده ميمي دوت ريبليس، واخد بالك؟ هنكتب البداية اللي احنا هنبدأ منها، هنبدأ من صفر. بعد كده هنغيرها بايه؟ هنكتب هنا مومو دوت سايز، بيدينا عدد الحروف اللي احنا عدد حروف الكلمة. طبعا هنبدل على حسب عدد حروف الكلمة. طبعا هنقول هنا ايه، ناقص واحد، لان هو بيدالنا 1 2 3 4 5، لكن عشان نبدل بنبدأ من الصفر، واخد بالك؟ لازم يعني ايه، يعني مثلا لو مومو دي مثلا ايه، قول احمد، احمد دي ايه 5 حروف، فهو يدينا 5 حروف. بس في ميم احنا عشان نعمل ريبليس بنبتدي من صفر، فاحنا لازم ننقص منها واحد، واخد بالك؟ عشان ايه، نبدل عشان ما يحصلش اخطاء يعني. بعد كده هنبدلها بمين؟ بمومو، خد بالك؟ بعد كده هنعمل ايه؟ هنعمل سي اوت، لان احنا عملنا ده بعد ما كتبنا السي اوت، كتبنا سي اوت اي دي، بعد كده سلاش دي، بعد كده الميمي. طبعا ما حطيناش سلاش دي لان احنا بنفصل بينها وبين الستيت اللي احنا عملناه بالخطوه اللي احنا عملناها قبل كده. بعد كده بنعمل سلاش دي سلاش دي عشان نبعد الستيت عن الايدج مساحه يعني كافيه. بعد كده بنعمل اند لاين. بعد كده الخطوه دي مهمه جدا يا جماعه، اللي احنا بنرجع الميمي لاصلها، اللي هي بنرجعها 15 حرف، لان هو طبعا حجمها هيتغير لو مثلا حسب النيم. لو النيم هيغير الدوت ريبليس دي هتغير من ترتيب الحروف. فانت مثلا ايه، لو جينا نعمل هنا، عملنا رن مومو 13/12/2001 زي ما انت شايف يا جماعه، عرض معانا الاسم من غير اي مشاكل، الجدول بتاعنا من غير اي مشاكل. ممكن انت برضو ايه تحط تحت كل اسم مسافه فارغه او سطر فارغ كده عشان هتكون اكثر تنظيم. برضه توني كروس، لوكا مودريتش، مفيش اي بينهم مسافات، هو مفيش اي مشاكل.
طب احنا ايه عايزين مثلا ايه نرتب اللاعبين بتوعنا، يعني مثلا ايه فينا جول، بعد كده اتاك، بعد كده ديفنس، بعد كده سنتر، بعد كده اتاك. فاحنا عايزين نرتبهم مثلا، نخلي مثلا الجول الاول، بعد كده يجي الديفنس، بعد كده السنتر، بعد كده الاتاك. وطبعا باللي احنا عايزين ايه نشيل المساحات الفارغة اللي هي هنا دي، خد بالك اللي احنا ضفناها في اول الفيديو خالص. هنعمل ايه؟ هنيجي هنا بكل بساطة، هنا هنعمل حلقة دو، لأن احنا هنلف البرنامج، هنلف الملف كذا مرة، هنلف الملف مرة عشان نجيب السنتر الجول، بعد كده هنجيب السنتر، بعد كده هنجيب الاتاك. نبدأ التلوال، ماشي مسكت تحتها واحدة وايل. بينما أول حاجة نعمل المتغير الأول بس، string نعمل array، مثلا خلينا نديها اي اسم، مثلا ياو ياو، هنضيف لها مثلا الاربع خانات بتاعتنا، اللي هو الحارس المرمى والدفاع، وبعد كده السنتر، وبعد كده الاتاك. عملنا كده الاري بتاعتنا اللي جواها الجول، بعد كده الديفنس، بعد كده السنتر، بعد كده اتاك. هنن كده نعمل متغير تاني، ياو ياو اندرسكور انت، عشان نلف جوه ال الاري بتاعتنا. هنخليها مثلا بقيمه مبدئيه زيرو، وننزل تحت كده في الهوايل نديها اعمل لوب وايل بينما الياو ياو اندرسكور انت بأقل من 4، بالك. هنيجي هنا ايه دو، افعل كده افتح الملف، يعني هننقل دي كده جوا كنترول اكس، لان احنا هنلف الملف كذا مرة. يا ريت تكونوا فاكرينها من الحلقة اللي فاتت. بعد ما نفتح الملف ونلف جواه بنقفله. داتا دوت كلوز وياو ياو اندرسكور انت بلس بلس، لان احنا بنزود اللي جوه بنزود العدد عشان نلف على element تانية جوه الاري، عشان احنا دلوقتي احنا في الجول يخش جوه الديفنس. دلوقتي هو بيلف الملف، احنا عايزينه يطبع الاول جول، يعني هنعمل ايه؟ نخلي ايه، نحاول الاول الستيب بتاعتنا string ستريم، نديها اي اسم، اللولو مثلا. اللولو دي هندخل لها الستيت، نعمل متغير تاني للستيت مثلا ايه سترينج ستيت اندرسكور اس تي ار، مبدئيا نديله دي كده. يفضل انت تديله قيمه مبدئيه عشان ايه يحدد قيمه، عشان ما يحصلش اي اخطاء. ندلخ نخلص ستيت، بعد كده ايه ندي الستيت الاسكور اس تي ار بتساوي لولو دوت اس تي ار، لولو دوت اس تي ار. وهننزل هنا كده كده احنا حولناها، هنقول لو اف، لو الستيت اندرسكور اس تي ار بتساوي الياو ياو 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 اندرسكور انت، هنقول له والله لو الستيت اللي انت جبته بيساوي الاليمنت اللي هو في الياو ياو دي دلوقتي، هنطبع كل هنطبع اللي هنطبع وهنعمل الاوامر اللي احنا عملناها تحت.
هناخد دي كده كلها كات كنترول اكس نحطها هنا بيست كنترول في والمش شغال نص نرتبها شوية كده يا وين بحتاج نحولها. ماشي كل ده شغال والله. لو قلت هيرجع برضه يلف الملف تاني ان هو بيدور على كل حاجة جوه كل جول جوه الملف. بعد كده هيطلع من الوايل هيقفل الداتا، بعد كده هيخلي الياوي اندرسكور انت بيزودها واحد، هيلاقي الياوي برضه لسه اقل من الاربعه لانها دلوقتي بواحد. هيرجع تاني دلوقتي هو جوه الاليمنت ديفنس، بعد كده هيرجع هنا هيفتح الملف، بعد كده هيخش جوه الملف هيلف جواه ان هو بيطبع جواه اللاعبين اللي هم الستيت بتاعهم ديفنس وهكذا وهكذا. تعال نعمل كده رن يا ويا. ما ادناش ما ادنالوش قيمة او ما ادنالوش نوع انت. برضو ما حطناش هنا، عفوا بس يا جماعة في حاجات سقطت مني كتير. مومو 13/12/2001 زي ما انتم شايفين يا جماعه. طبعا مع الاول معانا جول جول، بعد كده الديفنس، بعد كده سنتر 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 سنتر، اتاك اتاك اتاك. بس هنا تحت هنا برضو طبعا قيمة حاجة فارغة يعني اللي هي اللي احنا دخلناها خلي بالك قبل كده. ازاي نشيلها؟ هيطلع كده فوق اللي انا عم تغير جديد char id underscore emb نديله 40. يفضل يا جماعه يكون كل المتغيرات اللي من نوع تشار بنفس الحجم اللي هي 40 40 او 50 او 60 زي ما انت عايز. نديها قيمه فارغه. ننزل كده لا ده من قبليها صح. هنقول اف لو ال ID underscore imp ولا اقول لا احنا هنقارن بين الشار صح، هتبقى strcmp ID underscore imp و ال ID بتساوي صفر. لو المقارنة اللي انت جبتها بين ال ID underscore imp وال ID بتساوي صفر، يعني ال ID قيمة حرفية فارغة ما فيهوش حاجة، هنعمل continue. بتكتب ازاي؟ continue يو ليش يا جماعة بس كون كونتينيو كون ايوه هي دي كونتينيو بتكنسل كل اللي تحت كل اللي تحت في ال اللوب بتاعتنا، بعد كده بتطلع تاني. هنعمل كده رن البرنامج بتاعنا نكتب مومو 13/12/2001 كانت مظبوطة. بعد كده نعمل سي اوت عشان ايه نحافظ يعني نخلي ترتيب الحروف يعني مش داخلة بعضيها بالطول. سي اوت اند لاين نعمل رن مومو 13/12/2001 زي ما انتم شايفين يا جماعة. طبع معانا البيانات بتاعتنا بشكل منظم بشكل سلس، تسهل قراءتها برضو بالترتيب بتاعنا. وبس ده كان فيديو النهارده يا جماعه، ده الجزء الثاني من المشروع بتاعنا. يا ريت لو كان الفيديو عجبك تدوس لايك، لو ما عجبكش حط لايك كلنا ما عجبكش ليه. يا ريت تشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد. يا ريت تتابع المشروع كله اول باول اللي احنا هنضيف داله جديده زي التعديل زي الاحصائيات زي المسح من القاعده البنات. نلقاكم في درس اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.